أجرى موقع تلفزيوني سوريا استطلاعا في محافظة اللاذقية للتعرف إلى مدى قدرة أدراما سورية هذا العام على نقل واقع السوريين بكل أزماته. وبحسب الاستطلاع فإن أدراما سوريا لهذا العام ابتعدت عن الكوارث التي مر بها السوريون في العام الماضي، ومن أبرزها الزلزال المدمر إضافة إلى الفقر الشديد الذي يعيشونه والحرائق التي التهمت الأراضي الزراعية. وأشار بعضهم إلى أن أغلب الأعمال التي كانت كلفة إنتاجها بالمليارات تحدثت فقط عن شريحة رؤوس الأموال والتجار. رفعت حكومة النظام أسعار المشتقات النفطية مجددا خلال فترة قصيرة عن الرفع الماضي. وبحسب النشرة الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية فإن سعر لتر البنزين أوكتان 95 وصل إلى 13985 ليرة. يأتي ذلك في ظل أزمة مواصلات تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة من جراء فقدان للمادة واحتكارها. تعتزم حكومة النظام تقليص أوقات العمل المفروضة على موظفيها وعمالها في ظل تفاقم الأزمات في البلاد. ونقل موقع هاشتاغ سوريا عن مصادر في رئاسة مجلس الوزراء أن حكومة النظام طلبت من كل الوزارات إعداد دراسة تتعلق بإمكانية تقليص أوقات العمل في المؤسسات الرسمية إن كان عبر إقرار يوم ثالث للعطلة في الأسبوع أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات. بدوره علق عضو برلمان النظام محمد خير العكام على الأمر بأن أي تعديل في عدد ساعات الدوام يستوجب تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينص على عدد ساعات عمل معينة. أكد أصحاب محال لبيع الألبسة في حما بأن حركة التسوق مرتبطة بحجم الحوالات المرسلة من السوريين المقيمين في الخارج إلى أسرهم وعائلاتهم. وقال أحد الباعة لصحيفة الوطن إن الأسعار في هذا العام ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100% مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع مصادر الطاقة والمحروقات وأجور النقل، معتبرين أن حركة البيع والشراء مقبولة في هذه الأيام لكون معظم المشترين من أصحاب الحوالات. قالت صحيفة قبرص تايمز إن خفر سواحل القبرصي أنقذ نحو 270 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى الساحل الشرقي للجزيرة على متن 5 قوارب مكتظة. وبحسب بيان خفر السواحل القبرصي فإن المهاجرين الذين تم نقلهم إلى بر الأمان كانوا قد انطلقوا من السواحل اللبنانية، بينهم نساء وأطفال معظمهم من سوريا، مشيرا إلى أن هذا العدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى قبرص خلال يوم واحد هو الأكبر منذ نحو شهر. ترشح الشاب السوري أسامة كزول لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 9 حزيران المقبل، وذلك بعد حصوله على الجنسية الألمانية. وقال كزو المنحدر من محافظة حلب لموقع تلفزيون سوريا إن قضيته الأولى في حال وصوله إلى البرلمان الأوروبي هي سياسة اللجوء، حيث سيسعى إلى إلغاء قانون إصلاح اللجوء الجديد الذي ينتهك بشكل واضح حقوق اللاجئين ولا يعاملهم كبشر. وسيكون هدفه الأول هو العمل على سياسة لجوء عادلة وأكثر إنسانية. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة، ونبدأها بإعلان النظام فتح باب التسجيل على حج هذا العام وكم بلغت حصة المعارضة.